لم تؤكد الفحوصات الطبية التي أجريت لعائشة هنا في مستشفى الرازي بمدينة جعار إصابتها بالكوليرا، على الرغم من سوء حالتها الصحية منذ رقودها قبل 3 أيام، لكنها اعتبرت كأحدى الحالات المصابة بالإسهال المائي الحاد. نستقبل باليوم عدد كبير من حالات الإسهالات من الأطفال والنساء، بحدود 20 حالة، منها كوليرا ومنها حالات عادية إسهال. تقول التقارير الطبية في هذا المستشفى أنه من بين كل 10 حالات يتم استقبالها للمصابين بالإسهالات الحادة يتم الكشف عن وجود 2 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، وهو ما يعني عودته مجددا بعد أقل من عام على تفشيه بصورة كبيرة في محافظة أبين. حالات محزنة تدخل إلى القسم ما في لها أي علاج، ما تتلقى أي علاج، اللهم نوفر لها الدربات اللي نقدر نوفرها من إدارة الرازي، يعني ساهمت في إنقاذ بعض الحالات، لكن بصراحة كثير من الأدوية تنقصنا. عجز المكاتب الصحية في معرفة الأسباب الرئيسية وراء انتشار الأمراض والأوبئة وعدم إيجاد معالجات للتخلص منها ساهم في تردي الأوضاع الصحية، خصوصا وأن المرافق الصحية والمستشفيات في معظم المناطق والمديريات تفتقر لأبسط الإمكانات وتعجز في الكثير من الأحيان في توفير الأدوية والعلاجات الضرورية، ما يزيد من تفاقم الأمراض في المحافظة التي تشهد ترديا واضحا في المنظومة الصحية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.